السيدة رقية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بسبع الصلاة سنين. والسلام. كان النبي يا ست لمية عنده 30 سنة صلى الله عليه عليه وسلم، أفضل الصلاة واستقبلها والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بنفس فرحة جدا، واستقبلها النبي بالبشرى صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وفرح بها والسلام. فرحا جما. كانت بعد السيدة زينب ولا قبل بعد السيدة؟ ستنا السيدة زينب. بعد ما السيدة احنا زينب. اتفقنا ماشيين بالترتيب، ستنا زينب الكبرى، تيجي رقم اتنين السيدة ايه؟ رقية. رقية رضوان الله عليها، وبعدين ستك مين؟ أم كلثوم، وبعدين الخاتمة ها السيدة التاج فاطمة. الوكور، نعم فاطمة فاطمة الزهراء. الزهراء رضوان الله عليها وأرضاها. نشأت السيدة رقية في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفقنا إن والسلام. كلهم ولاد مين؟ ستنا مين؟ خديجة، خديجة رضوان الله عليها وأرضاها، وستنا رقية كانت جميلة زي ستنا خديجة رضوان الله عليها وأرضاها. فنشأت وترعرعت ويعني صارت مبلغ الخطاب. فجاء أبو طالب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد أنت نسبت خديجة في أبو العاص بن ربيع. ما أبو العاص بن ربيع يبقى ابن أخت مين؟ السيدة خديجة. عشان كده السيدة زينب كانت تقول مرحبا يا ابن الخالة، مرحبا يا أبا علي وأمامة، صليت على الحبيب عليه صلى أفضل الله الصلاة عليه وسلم. والسلام. فأبناء عمومتك ليهم عليك حق؟ قال له صح يا عم. قال له ولا هتضن علينا ببناتك؟ قال معاذ القرابة، ما اقدرش. قال له طيب انا عايز رقية لابن ابو لهب. ما هو ابو لهب عمه اللي هو عتبة. انت عارفة هتبقى حماتها مين؟ مين؟ ام جميل. جبت السلالة كلها. ام جميل حماتها ام جميل، اسوأ امرأة على مر التاريخ الانساني كله. يا ساتر يا رب. خدي بالك بكرر تاني، أسوأ امرأة على مر التاريخ الإنساني كله. لم يعرف امرأة في السوق مثل أم جميل. ليه؟ كانت صفاتها إيه؟ ولا في الزمامة والدمامة مثل أم يا جميل. يا ساتر يا رب. ولا في سوء الخلق والخلقة مثل أم جميل. يا ساتر يا رب. ولا في سوء اللسان مثل أم جميل. إيه ولا في ده؟ سوء الطباع مثل أم جميل. ولا في سوء العشرة والمعاشرة مثل أم جميل. قول بقى اللي أنت عايزة تقوليه. ايه كل ده؟ اللي انت عايزه تقوليه قوليه. طب هقول لك، شوفي من سوء اخلاقها ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل فيها سوره. اللي هي تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. عايز أكتر من كده؟ إيه رأيك؟ ولا يعرف رجل لم يكن له وزن ولا قيمة مع زوجته مثل أبي لهب مع أم جميل. عشان ما تقوليش بس ندور على راجل في العيلة نكلمه. خدي بالك ليه أنا قلتلك الكلام ده؟ علشان أنا قلتلك إن رقية مثال الصبر والاحتساب. أنا عايز أقول لك في الحلقات اللي جاية إن شاء الله، عدي معايا إن شاء الله إن كان في العمر بقية بإذن الله، هنشوف كم مرة هتغضب السيدة رقية، وكم مرة هتسيب بيت جوزها وتمشي، وكم مرة هتتحمل، وكم مرة خلي بالك هي ما غضبتش ولا مرة. ما أنا توقعت والله إنك هتقول وكم كده. وكم مرة هتحكي لخديجة عن الأسى والحزن اللي هي شايفاه، والألم اللي هي مش طايقاه، وسوء الأدب اللي ما يطيقهوش جن قبل إنس. عشان كده هي كانت مثال للصبر. أما ليه؟ جميل دي نفسها ربنا أعمى بصرها عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لما نزلت الصورة دي في عجالة، لما نزلت الصورة دي راحت واخدة حجر كده وراحت لسيدنا أبو بكر قالت له هو فين محمد؟ وسيدنا النبي قاعد جنبه. الصلاة والسلام. سيدنا أبو بكر مستغرب، ما النبي قدام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قد أعمى الله بصره عنه. قالت لها إن رأيته لأفعلن ولأفعلن. واسمع بقى، مش هو بيقول تبت يلا مزم من عصينا وأمره قلينا ودينه أبينا. تخيلي امرأة في غاية السوء من كل شيء، أذاقت رقية ما لم تذيقه امرأة من النكال والعذاب من امرأة في العالم.